التاريخ 2 أوت 2019، المكان ساحة البريد المركزي، أحد رموز الحراك الشعبي في العاصمة، أين اجتمع المواطنون للجمعة 24 في موعد جديد لإيصال صوت الشعب ومطلبه الأساسي، رحيل كافة رموز النظام المتبقية وبناء دولة الحق والقانون على أسس الديمقراطية والحريات. هذه الثورة السلمية ستتواصل، نحن ثابتون في ثورتنا حتى التحرر. تطبيق المادة 7 والمادة 8، هذا واش غيديروا للشعب الجزائري؟ العصابة يتلحقوا كاع. مسيرة الجمعة وككل أسبوع فرصة لتفاعل الشارع مع مستجدات الساحة السياسية، خاصة بعد إعلان الهيئة الوطنية للحوار والوساطة عن قرارها بالشروع الفوري في الحوار الوطني وفقا لرزنامة سيعلن عنها لاحقا. semblerait qu'il soit difficile d'arriver à une liste consensuelle. Seulement, personnellement, je serais la dernière personne à attaquer un tel ou un tel. Je dis juste qu'il aurait peut-être fallu faire un petit effort pour essayer d'avoir des visages jeunes, des femmes et surtout des personnes, on va dire, qui n'ont jamais participé au pouvoir. Et je pense que ça aussi, ça aurait pu constituer un geste qui aurait pu débloquer la situation. بين مؤيد لفكرة الحوار كمخرج وحيد من الانسداد السياسي، وبين متحفظ على أطراف الحوار، آلياته والشخصيات التي تقوده، يبقى الحراك الشعبي متمسكاً بموقفه الصامد في انتظار الوصول بالجزائر إلى بر الأمان.